نبدأ برنامج احتفالياتنا بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبطال. مزيج ومزيج بشري، ففي الشهباء كرد وعرب وتركمان، وكلهم تجمعهم النخوة والشهامة والمروءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. باسم قائمة الشهباء المستقبل نرحب بكم وكل الحاضرين، نبارك ونهنئ الفائزين في الانتخابات الإدارة المحلية في مقاطعة والنواحي، ونشكر كل من وضع ثقته من كافة المكونات المجتمع، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. باسم حركة الشبيبة العربية الديمقراطية في مقاطعة الشهباء، بمناسبة الانتخابات في نواحي ومقاطعة في الشمال السوري، لم ينعم المنطقة بلحظة حرية ديمقراطية نتيجة الأنظمة القمعية التي استغلتها طيلة سنوات حكمها في مختلف الوسائل لتهميش الإنسانية بما يخدم مصالحها وبقائها في السلطة، إذ لم تتدخل هذه الأنظمة في شؤون البلاد السياسية فحسب، بل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية. أيها السادة والسادة الحضور، باسمي وباسم اتحاد المرأة أرحب بكم جميعا في هذه الساعة. اجتمعنا لنعلن ونعلن لكل الشعب السوري بتجربتنا الديمقراطية، والتي تجلت بشكل واضح من تشكيل الكومينات في كل قرية، وبعدها تمت العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس النواحي وأعضاء المقاطعة.